موجز خاص يأتيكم عبر قناة وجريدة تحوس براس الإلكترونية، أهلا بكم. بداية، صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أنه سيأتي اليوم الذي تصبح فيه الرقمنة واقعا في الجزائر وسيكشف ما كان مستورا. واحد عنده طيارة خاصة، واحد ينوض على 5 تاع الصباح باش يصحلو صاشي تاع حليب. لازم الرقمنة باش نوصل نعرف ما هي العائلة اللي عندها دخل واحد. موضحا أن سنة 2023 ستكون سنة تكريس حتى لا نعود للوراء. وبشأن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، فقد قال أنه لا يزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشح لعهدة ثانية ولا يفكر بذلك الآن. وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية أن كل من دولة الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وافقوا على دخول الجزائر إلى منظمة بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبواب الاستثمار في الجزائر، حيث أبدى الرئيس رغبته رفقة أعضاء المنظمة في القيام بمشروع القطار العابر لأفريقيا. وفي حديثه عن العلاقات الجزائرية السعودية، فقد قال عبد المجيد تبون أن الأمير محمد بن سلمان كان من المقرر أن يزور الجزائر قبل القمة العربية، وهو مرحب به في أي وقت، حيث شدد الرئيس على أن العلاقة بين الجزائر والسعودية متينة وطيبة جدا، وأنه شعر بشحنة من المودة والإخلاص مع خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. وفي سياق ذي صلة بملف الذاكرة، قال الرئيس تبون أن هناك من يسعى لتشويه سمعة الجزائر في فرنسا، متابعا قوله: نحن قوة إفريقية وفرنسا قوة أوروبية، والدولتان لهما نفوذ في البحر الأبيض المتوسط، وأن التاريخ يبقى تاريخ ولا يجب نكران الجرائم. كما قال الرئيس أن الند للند هو مبدأ العلاقات الجزائرية الفرنسية، والعلاقات مع الرئيس الفرنسي ماكرون طيبة جدا. وفي خبر آخر، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مسار بناء الجزائر الجديدة قطع أشواطا لا بأس بها، وأن دستور 2020 قام بتغيير الكثير من الأمور. وتابع الرئيس الجمهورية قوله: دسترنا لأول مرة الحركة الجمعوية من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني، وكذا سلطة الشباب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب، وكذلك المحكمة الدستورية، وكثير من الحقوق لفائدة المواطنين. ليتم بعد ذلك أقول تجسيد بنود هذا الدستور ميدانيا من الناحية المؤسساتية. وجدد الرئيس تبون التزامه بفتح الباب أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن القانون الانتخابات فتح آفاقا واسعة للابتعاد عن المال الفاسد الذي يؤدي إلى شراء الدمم وعدم تكافؤ الفرص في الانتخابات. وواصل الرئيس الجمهورية قوله: يبقى علينا أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، وكذا أخلقة الحياة داخل المجتمع، وهو المسعى الذي ما زلنا نعمل على تجسيده من خلال اعتماد نصوص كانت في البداية ردعية وطبقت بشكل عمدي حتى نبتعد عن القذف والإطارة والكذب، مؤكدا أن جهود أخلقة الحياة السياسية متواصلة، وكل من تظهر عليه تصرفات غير أخلاقية سيدفع الثمن. حيث واصل في قوله: القطار الذي كان يسير لأكثر من 30 سنة على سكة خاطئة عاد إلى السكة الصحيحة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام هذا الموجز الخاص الذي يأتيكم من قناة وجريدة تحوس براس. دمتم في رعاية الله وحفظه.